يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين من له إمام كسيد محمد رسول الرحمن إمام المرسلين من له إمام كسيد محمد رسول الرحمن إمام المرسلين يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين من له شفيع كسيد المصطفى وجهه بدر نور القمرين من له شفيع كسيد المصطفى وجهه بدر نور القمرين يا رسول الله يا جد الحسين يا إمام الحرمين يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين من له حبيب كحبيب المختار أرسله الله رحمة للعالمين من له حبيب كحبيب أرسله الله رحمة للعالمين يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين من له يا إمام الحرمين يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين ولد الحبيب 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 ولد الحبيب فمرحبا جاء الطبيب فأطرب ولد الحبيب فأخذ طبيب
حلم سكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور.